Ça va? Ouais, très bien. Tout va bien? Alhamdulillah. Kulchi mzyan. Kulchi nachliya. Kulchi wahedak. Kif bghitou? Hsan. حسن مقاع حسن ميو شكون بغيت نعرف واش كتعرفوا الفصيله الدم ديالكم كل واحد ولا المره تقدر تسول شي واحد يقول لك ما عارفش عاطف ما عارفش فوالا نو سيريو والله ما عارفش الفصيله الدم ديالك ديزير استاجير بي بلس باكو او بلس او بلس ما مزيان صراحه او بلس راه كنز جالس حدا دابا كنعطي لك كلشي ها كنعطي لك كلشي وما كتاخذ غير من عندك كناخذ غير من عندي لا 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 او بلس لا 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 سي سي او نيجاتيف هو اللي كياخذ من عند اللي لا او نيجاتيف كيعطي لك كلشي وما كياخذ من حتى واحد غير اللي بحاله تمام دونك هذا هو اللي خطر بزاف هو اللي عنده مشكل انت العكس انت هو ماشي كنزو هو عنده الزهر ثروة قومي هو راه كياخذ من عند كلشي هو كياخذ من عند كلشي ما عندوش مشكل يعطيك كلشي ها جو سي با واش لا يعطي يمكن غير اللي بحاله انا غدا نجيب لكم هذاك البيرمي القديم ما عرفتش باقي محافظ عليه في اللور ديالو الفصيله ديال الدم ما عرفتش نشوف الحسن الحسن فصيله الدم ارغان لا يا سلام هي هذيك تمام ارغان بلس لا هذه لا ميور فان ديال هاد السيمانه الله 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 الوغ فيما غادي تكون شي بان زوينه بزاف غادي نسمعوا ألف هنية لا 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 عروسة فاطمية شحال اللي خصنا نقولوا لي خصك تحبس لا لا كبيره نفسه كبير نفس بغا يخلي بلاصته مزيانه تعقلوا عليا باش تعقلوا عليا الدراري باش تعقلوا عليا عمي ما عرفتش فصيله الدم ديالك ياك غدا نجيب لكم بيرمي القديم بيرمي اه سي فاك البيرمي الغوز فيه فيه ذاك ما رديتيش اليوم باقي عندك بيرمي قديم لا باقي عندك اش غادي يديروا به لا هو عمي في ليزاناليز الاخرى لقاو جوج نقطات ديال الدم في الدغميره ديالك حلوه حلوه رسميه باكو اسمح لي اشنو الف هنيه ايوا سي فاك انا عندي هذاك المشكل انت بوزيتيف انا او نيجاتيف اه وي بيان سور انا راه حافظوا عليا انا ترى لي انا شو باش نعلمكم ترى لي شي مشكله ما كناخذ حتى شي واحد انا ولا بدك تسوي داك فيسبوك الا شي واحد عنده او نيجاتيف واحد السيد هنا وي دونك انت النوع المباشر لا تجرح وتحنط فوالا اللي وصلكم ليها الله يستر الله يستر الله يستر نمشيو للباودي ديال هذا النهار وغادي نهضروا على اليوم العالمي ديال لي بالين أطلب منكم واحد الخدمة. الله يجزيكم بخير. علاش كتشوفوا فيا شكون تقولوا بالين؟ نقول واحد الحاجة الله يجزيكم بخير. كل واحد كل واحد اللي جات على خاطره يقول شي كلمة كلمة زوينة في حق لي بالين. نبداو مع عاطف. لي بالين كيعجبوني بزاف. جونغ داك مرة شفت واحد الفيديو ديال واحد اليوتيوبر أمريكا وغير بالصدفة كانوا كيسوفخيو. كيسرفيو وداس حداهم واحد لابالين اللي ما قاست حتى شي واحد اللي غير جات طلعت عليهم ومشاو ومشات فهمتي جونغ ما قاست حتى شي واحد ما جونغ حتى المواج ولا باش دعوم بالجهد ولا شي لعبه لا مشات الله يخليك فلويد il faut pas confondre bien balen et paco انا شي فا كاين الشبه ولكن زعما با واحد كيعيش في الماء واحد باكو شي كلمه في حق لي بالين اه سي مانيفيك زعما اللي عنده لا شانس يمشي يعوم ولا يمشي بالباطو يدوز حدا لي بالين سي سورتو لا كانوا كيسميوهم لو بيليغريناج ديالهم تيسافروا من بلاصه لبلاصه كيمشيو عائله كبيره بولادهم بعماماتهم خالتاتهم وداك الشيء تيمشيو ولي بالين سي واحد الصنف ديال الحيوانات اللي كينتحروا جماعيا صحيح انكرويابل زعما سكون ابل دي سيتاسي هذوك وبنين فاش كتاكلو تاهو بنين فهمتيني والشحمه ديالو كتصلح باش كيسخنوا لي شوفاج كبار في سكاندينافي شكرا على المعلومه مرحبا اللي بعد ما كنتخيل انا نسيبه بالين بالين ونسيبه ديالها غادي تقول لك قطبين حيت بالين لو نو جي فيمينا واش فيهم تذكروا انت لا حيت كاين بالين او بالين صو بالين بالين عمي شي كلمه في حق لي بالين النار كان واحد رمضان شحال هذه ديال التسعينيات وانا كنتسرف هذا السوق الفوق
ديال الحي الحسني راه معروف داك الشيء. ما تقولش لي درتي بالين لا ودرتي لي قامه ودرتي مع بالين اخرى وكلشي. انا غادي نقول لك قول لي انا حيت السردينه ما كتقدكش. دايز من حدا واحد دايز من حدا واحد كنشوف عنده سمك القرش كبير وانا عندي المعتقد ديالي قلت بحال سمك القرش بحال الحوت الكبير كيف كيف ولكن هما ماشي كيف كيف لا كاين فرق بيناتهم. قلت له شحال الكيلو؟ قال لي يا سيدي 700 درهم مع رمضان وقريب الفطور داكشي. قلت له دير لي غير شي كيلو ونص بارك عليا. دار لي كيلو ونص قشر داك القشيرات وصافي تبان اللحم حمر داك الظريفات صغار داك ديناه قليناه بديناه ناكلو. الدراري باقيين صغار عندي وانا نقول لهم عرفتوا اش كتاكلوا؟ لا لا بابا شنو؟ اليوم هذا داك السمك القرش اللي كتشوفوه في ناري كره واكل شي بنادم شي واكل السلطانه ورماه ما بقاوش كلاو. حتى حنا في بلادنا راه عندنا لي دوفان في الداخله في لاغون شحال مره تلاقيت كاينين حتى في لا ميديتيراني في الشمال كاينين بزاف مي في الداخله هي اون غراند. علاش ما نديروش حنا ان باسان اللي وليداتنا حتى هما يمشيو مع لي دوفان ويلعبوا معاهم؟ ما كاين لا لاغون كاين بزاف الحوايج. سي فري كاين حتى في كازا. لا كازا كاين لو لوكان. لا لا كاين كاين الدوفان كاين كاين الدوفان كاين كاين عمي يدلك شي مقيله ديال البالين يا ريت شو لا بارودي ديال هاد النهار مقيله ديال البالين غيديرها لنا يوسف. لا بارودي دو جور الوغ لا بارودي يوسف ثاني يرون اوماج اليوم لي بالين ونسمعوا لا بارودي ديالو هاد النهار. عطفهم يرحم ولدين حرام ما بقيناش بزاف لا كلو سردين حما سوين تمام طلع فينا يا إنسان الشاف لا بالين عاش الودنين كتعوم في ماني سمان كوري الصفرين فحال جزيرة كتبان خرجت لا بالين كانت فاكرة ضربت ليلى وتعدي شافت شقلها مستنية شوية غير هربي لا بالين كانت فاكرة لا شافوها غير فرحوا شدوها الصيادة ودراري صغار لعبوا الطوب وقوا فيها أول يونس ناني لا بالين اليوم على ايقاعات سميره سعيد. سي دوماج الاغنيه خسر لينا الاغنيه تعدلنا على الاغنيه. لا لا مزيان لا لا جاني ميساج بعد واحد لا بالين دابا قلت لي تشكى لك شي واحد. دابا قطار الحياه في كوتبي شو وفيما عندكم شي تساؤل وما عرفتوش الجواب ديالو كتصيفطوا لنا رساله صوتيه على الواتساب على الرقم 06 05 09 30 80 وعمي عنده الحل كل نهار مع الخمسة وخمسة وثلاثين دقيقة. والسؤال الأول الله يجازيك بدي عمي قول لي يا دابا أنا عندي العرس وعندي الناس بزاف وما عارف شنو هادي ندير اش نعرض على كل شيء ولا المهم عندي عباد الله بزاف والإمكانيات راهي راك عارفيني الله يجازيك. إيوا ولدي اش نقول لك كيقولوا الرفق يدوم لصاحبه فهمتيني أنت غادي تعرس مع راساتك خصك تعمل الاحتياط وما ترميش نفسك للتهلكه كما تيقولوا في الامثله فهمتيني حاول تمشي على قدر جهدك وعلى قدر فلوسك باش حتى العرس يدوز مزيان وما تندمش لان في الاخر غادي تندم واحد الندم شديد ديال قضيه الكريدي وعطي الشكل هذا وعطي الشكل هذا واحد الحاله ومن بعد يسالي العرس غادي يرجع لك بالندامه. حاول تمشي على قد حالك ولدي هادشي لك. السؤال الثاني بغيت نسول عمي علاش انا فيما كنتعرف على شي واحد كيمشي ويخليني ما عرفتش انا واش ما كنطلبش ليه داك الشيء اللي بغا انا بعدا ما عرفتش وجاوبني عمي. وبنتي اش نقول لك هذا حظك في الدنيا زهرك هكذا طالع ما عندي ما ندير لك كل ما لك توكلي على الله سبحانه وتعالى وبدي تقرأ القرآن شي شوية لعله عسى الله سبحانه وتعالى كيفتح لك طريق الخير وراه لازم يجيب النصيب ان شاء الله.
سؤال اخير. السلام عليكم عماد، عندي واحد السؤال لعمي اللي محيرني وحير الحومه اللي انا ساكنه فيها، اللي هي بمناسبه عيد الحب واحد الجاره ديالنا زوجات الزوج ديالها. شنو رايك عمي فهاد النازله هذه؟ واش هاد المراه بعقلها ولا شنو؟ جاوبني عمي، راه الحومه كامله احتارت حايره في هاد الامر ديال هاد السيده اللي زوجات الزوج ديالها من حبيبته. وشكرا لكم. واش غنقول لك بنتي؟ هذا راه عيد الحب ياك. عمي ما كرهناش نكونوا بلاصه هاد السيده عمي، وما كل ما بغاتش تجي. وهذيك شافت راسها عملت داكشي اللي قال لها دماغها وفكرها. الله يرد بينا، وهادشي اللي غنقول لك بنتي، الله يرد بينا. ودابا هاد القضيه، هاد السيده دابا ما بغاش يتزوج بلا خبر الزوجه ديالو، مشى قال للسيده مشات تخطبات ليه هي وزوجها. دابا الموافقه فيها ان فهمتيني، الموافقه راه فيها ان بغات تفك منه هي كاع بعد ديال هذاك الشيء. هي يمكن بغات تفك منه، هي راه بين العربون فهمتيني. اللهم تلوحوا مع هذيك المراه وتشوف هي تاهي راسها. طيب شحال ديال الحسنات درات السيده؟ الحسنات والسيئات. شكرا عمي. عفوا سيدي. غادي نذكر برقم الواتساب الى عندكم شي اسئله لعمي على رقم 06 05 09 30 80. مرحبا بكم معنا في لوكود بيشو، حنا مازال معكم تل 8. معايا واحد السيده في التليفون، مازال ما عرفتش السميه ديالها لان جانا الميساج وما عرفناش السميه ديالها. السلام عليكم. وعليكم السلام. لاباس؟ لاباس الحمد لله. شكون معايا؟ معك فاطمه زهرة. فاطمه زهرة مرحبا بك من الدار البيضاء. ربي يخليك. صافي فاطمه زهرة. هلا انا اللي فهمت بان قالوا لي الفريق بان جا واحد الميساج وفيه واحد ليكوغرافي. وي ياك ما ياك ما. وي اكزاكتومون. ولا لا شادي نقول لك، انا نقول لك يا لا لا يا لا لا يا لا لا. فاطمة الزهراء وي سعيد، هادشي باقي بديتي نشوف شحال من شهر عندك هنا؟ الباقي يلا عندي 6 سمان. 6 7 سيمانات. لا لا لا، هاد ليكوغرافي ديال 7 كيلكو جوغ نورمالمون على حساب سي لو موزين على حساب الحجبان باقي واحد. لا لا سي سي كضحكوا دابا، انا كنضرب الساعه ما كضحكمش. الطبيب ديال جي جي لو جي جي ديالنا. وخلونا نشوفوا ليكوغرافي على خاطر ما بلاتي انا اش كيبان ليا انا لو موزين. عندك فصيله الدم ديالك او لبي؟ او لبي الفصيله الدم ديالك. انا او بلوس باكو. كتجيك شي حاجه؟ وي بنت خالت عمت ماما. الو صيفطي لنا ميساج. شنو الميساج اللي صيفطتي لنا البارح؟ قلت لكم السلام عليكم، معكم فاطمه الزهراء، انا عندي بيبي نوفيل بيبي. صافي هادي اخبار. قلت لكم شهيتوني في هذاك الريستورون ايطاليان، بغيت ناكل فيها. هو دابا شويه كما في لابيريود ديال اللحم ديالك. اه وي بيان سيغ. انت ملي صيفطتي هذاك الميساج ديال بغيتي تاكلي في ذاك الريستورون ايطاليان، ما قدرناش نقولوا لك لا، ونقولوا لك غادي نعرضوا عليك لهذا لو ريستورون ايطاليان. فوالا فوالا سي اللي كنتي دونك لو ريستورون سينزا نومي اللي كنتي فوالا دونك بور دو بيرسون. فوالا انت انت ولدك انت ولدك ان شاء الله. لا سمع عندي بنيسه، عندي بنيسه وكنتمنى من الله يعطينا وليد ان شاء الله. ما نمشيش نهوي نهز معها الوليد. لا يهز كرشها. ما توش قلت لك بغات بنيسه ان شاء الله. ان شاء الله بغات مع بنت لعب ياك. ان شاء الله. فاطمه الزهراء فيليسيتاسيون مره اخرى، مبروك عليك. ميرسي ميرسي بوكو، ميرسي وكنسلم عليكم كاملين وكتعجبوني بزاف بزاف بزاف. ميرسي بوكو. ماما حتى هي متبعاكم، وبنتي كنزه حتى هي كتسلم عليكم بزاف بزاف وتبارك الله عليكم والله يخليكم ديما ناشطين. وتحيه كبيره 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 كنقولها للراديو، كنقول لك كنبغيك بزاف 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 والله يخليك ليا. شكرا لك، بسلام عليك، باي باي. شكرا، باي باي. سي فاطمه الزهراء في ستاسيون مره اخرى. كل 19 فبراير واليوم العالمي ديال البالين، ومعنا سي عزيز خنوش. مرحبا بك سي عزيز. الو الو سي عزيز. الو نقص اش كاين ياك لاباس؟ عاد وانا كنهضر معاك مع ليكيب ديالي. شكون ليكيب ديالك؟ واضحهم بزاف. شكون؟ شكون هاد ليكيب اللي عندك؟
بزاف ديال الناس كيكونوا كيخدموا معايا بحال دابا انا لا ما عرفت نكتب لونغلي كتخدم كيخدم معايا ساو منهاتا ما عرفت نخدم اسبانيولية كيخدم معايا بيبي خاصي ما عرفت نكتب توكية كتخدم معايا سينيوريتا انطونيتا ايوا دابا اليوم كنحتفلوا السي عزيز باليوم العالمي ديال لي بالين وفكرنا فيك بحكم بانكم وزير ديال الصيد البحري ايوا وانا كتهضر لينا اليوم على شنو الاستراتيجيه ديالكم في اتجاه هاد لي بالين. كنشكرك بزاف هاد خويا عماد. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا كنشكر الصهيوين على اذاعه شدا اف ام اللي فتحوا لي هذا الفرصه باش يعني نخبر المغاربه من طنجه الى القويعه بهذا المشروع ديال العنبر اللي غادي يفرح المغاربه اللي غادي يعرفوا بانني غادي يعني نحس ان شاء الله الوضعيه ديالي المعنويه والضروريه. اييه نعطيك لي ديتاي. زيد تفضل تفضل سي عزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. لي بالين كيف كتعرفوا كيستخرجوا منهم العنبر، كتعرفوا العنبر هذيك الاغنيه ديال جابوا العروسه في الظهر فيها وحتى العنبر العنبر يا العنبر. سي عزيز تبارك الله عليك اخويا. انا بغيت غير نفهم واحد القضيه عاوتاني. سمعنا بان كاين بغيتوا تعطيو منح ديال الزواج ديال دي بالين. لا 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 هذيك غير كيخوفوا علينا فيها. لا 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 سي با سا نو لا هذاك غير خطا غير خطا. لا 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 نكمل لكم الصوره ديالي اللي مهم جدا. تفضل تفضل. اذا كيف كتعرفوا المغرب عامه بالسدود، وانا قررت مع راسي باش غادي غادي نشن يعني غادي نشن واحد يعني عمليه ديال الغوي ديال لي ميني بانين في السدود. وحنا الهدف ديالنا الرئيسي من هذا المشروع الضخم هو انه كاع هذوك الحوتات الصغار باش ما نقولش شي اخر يعني السدين الصغير والقوم الصغير وما نكمل لكم. تفضل 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 سي عزيز. هذاك الحوت هذاك الحوت الصغير كامل السدين الصغير القوم الصغير اللي ما قدش يعوم او هذاك الشطون اللي كيقيل يهلو. وهذاك سي عزيز هذاك الشطون ديما مشطون. كيدونجينا يعني هذاك الشطون اللي كيقيل يهلو لي بالين في وديناتهم ويديونجيهم وكيبوزطوهم الصغيرين هذو كامل اللي كيبوزطو. والله انا كنقول لك والله يماهم غادي يصطادوا لي بالين. فهمتني كنعاودها لك والله يا يما هما بدهم صوتهم من لي بالين الكبار. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. شكرا سي عزيز اخنو. شكرا تبارك الله عليك. شكرا بزاف على مصطفى الداودي اللي كان معنا.